يسعدني باسم جمعية الأطلس لأرباب المقاهي والمطاعم والحانات والملاهي الليلية، وكذلك باسم الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل ورابطة النقابات الحرة. لكم الشكر على تلبيتكم هذه الدعوة لحضور هذا اللقاء التواصلي. في البداية لا بد أن أثير تزامن هذا اللقاء مع الوضعية الصحية التي أصبح يعانيها عامل حانات والمطاعم والملاهي الليلية، خصوصا في تدور عليهم وفقدان مدخول يومهم والصعوبات التي أصبحت تواجه هذه الفئة من أكثر الحانات والملاهي الليلية، لأنهم السلطة خاضت واحد القرار افتتاح المطاعم، ولكن في نفس الوقت السلطة كتفرض على أصحاب المطاعم الاكتظاظ ما يكونش، والشروط الصحية اللازمة لهذا الوباء اللي هو كورونا كوفيد 19. حنا متفقين مع السلطة على هذه القرارات، متفقين معها 100%. حتى حنا هاد الشروط الصحية متفقين معها، إلا حاجة واحدة وهو الاكتظاظ اللي السبب ديالو وهو افتتاح المطاعم بدون افتتاح الحانات والملاهي الليلية. على الأقل كان يفتحوا الحانات على الأقل باش ينقصوا واحد الاكتظاظ من المطاعم، وحتى السلطة حتى هي ما تلقاش مشاكل مع أصحاب المطاعم في المداهمات، لأنه دابا كاين المداهمات ديال المطاعم على أساس هاد الكمامات متفقين معاهم. وكاين واحد القضية أخرى وهو لا يعقل بأنه الزبون كيدخل المطعم ودير داخل دير الكمامة، متفق معاك يدخل دير الكمامة، ولكن ملي كياكل كي غيدير لهاد الكمامة؟ لأنه ملي كيدخلوا البوليس المحل خاص هذاك الزبون إلى ما دايرش الكمامة خاصو يخلص 300 درهم. هاد 300 درهم وهاد الدخول ديال السلطة المطاعم جعل واحد نقص في الدخل ديال المطاعم، ما بقاوش الناس كيجيو، حتى الزبون ما بقى كيجي المحل. والتزمت هاد القضية ديال الزبون ملي خلال المطعم، جا الوقت ديال الضرائب، آخر يوم في الضرائب وهو لو 31 أوت 2020 خاص تخلص التاكس لا ليسونس. إلا ما تخلصاتش التاكس لا ليسونس غيسحبوا ليه الرخصة، ولهذا كنطلبوا من السلطة باش تعاوننا من هذا ما يكونش الاكتظاظ. ما معنى بأنه ما يكونش الاكتظاظ؟ وهو تشوف واحد الطريقة اللي هي صالحة للجميع من ناحية افتتاح ديال الحانات ولو جزئيا. القضية ديال الحانات، هاد الناس راهم ضروا بزاف، هاد الناس راه باعوا محلاتهم اللي كيسكنوا فيهم، باعوهم ومشاو كراو. هادوك الشقاق اللي كاين العمال اللي كانوا واخدين كريديات على الشقه، راه البنكه دابا الان كتبيع عليهم الشقاق ديالهم في المزاد العلني، على اساس بانهم ما اداوش الواجب الشهري اللي هي الكومبيالا اللي خاصه بالشقه وخاض عليها كريدي، وهذا الكريدي كيخلصوا من هذا العمل ديالو. دابا فقد العمل وفقد كل شيء، وكاين اللي الناس اللي مشات باعت حتى التلفزيونات ديالها باش تصرف على وليداتها، وكاين اللي باع الطوموبيل ديالو
ولكن المشكل الكبير اللي كاين الان الان وهو يا هاد العمال كيفاش غاديين يدخلوا ولادهم المدرسه؟ ها لاسيرونس ديال المدرسه، ها التسجيل المدرسي ما عندوش. يعني هاد الدوله راه بحال بغيتي تقول بانه ساهمت في الاميه، ساهمت في الاميه ديال هاد الاولاد، هاد الاولاد غيبقاو بدون تمدرس. ولهذا حنا كناشدوا السلطه باش تشوف بواحد عين الاعتبار على اساس بانه هاد الحاله حتى هما يخدموا ولو جزئيا باش ما يضرش الوضع ديال هاد القطاع. هاد القطاع راه نهار، لانه كاين ناس مستثمرين كيجيو باش يستثمروا في المغرب على اساس مطاعم مركب سياحي، ما بقاش كشي واحد عنده ثقه في السلطه باش يجي يستثمر في هذا القطاع، لانه غيستثمر اليوم ويخسر فلوسه وكل شيء، غادي يسدوا ليه، غادي يسدوا ليه. ولهذا كل شيء كيمشي ليه، كاين اللي الناس اللي هما خدامين 20 عام 25 عام برا في الخارج، كيسمع في خدمته وكيسمع في كل شيء، وداك الشيء اللي جمع كله في هاد السنين كيجي كيدير مشروع سياحي هنا في المغرب، فاذا به ما كيصدقش ليه. علاش؟ لانه عندنا حنايا واحد القانون اللي هو يا قرار 67. هذا القرار 67 الا جينا نتكلموا فيه خاصو تقريبا واحد اليومين عاد نساليو. اول شيء كيقول لك ممنوع الخمر المغاربه المسلمين. هاد المغاربه المسلمين، هاد المستثمر اللي جا لمن غادي يبيع هاد الشيء؟ ها جا خاسر فليسات ديالو كلهم من برا، وجا دخل المغرب وخاد، ربما خاد فليسات ديالو، ربما خاد سلفه من البنك وكمل هذا المشروع، فاذا به في الاخير كيرجع للحديثه. هاد الناس اللي خاد سلفه من عندهم كيضطروا باش يبيعوا لي هذاك المحل التجاري ديالو. ولهذا الناس اللي المستثمرين راهما تقريبا واحد 90% او 95% ما بقاوش كيجيو للمغرب باش يستثمروا في المراكب السياحيه، ما بقاوش كيبغيو شي واحد يجي يشري شي مطعم، ما كاينش، لانه كيخاف من القرار 67. كنشوفوا السلطه حتى هي كناشدوها على اساس باش تشوف واحد الوضعيه ديال هاد الناس المستثمرين، تسهل عليهم الامور باش ما يبقاش هذاك، تلقاو واحد الصيغه 67 كناشدوها باش تلقاو واحد الصيغه ديال 67. قرار 67 راه هو الخطير اللي كاين في القطاع. كناشدوا السلطه باش تشوف واحد النظره صيغه باش تبدل هذا القرار. وكذلك في الاخير كنعاودوا ناشدوا السلطه بالافتتاح ديال الحانات باش ما يبقاش الاكتظاظ في المطاعم. وهذا الاكتظاظ اللي كاين في المطاعم الان حاليا السبب ديالو وهو يا ملي تفتحوا هاد المطاعم كلشي الناس جات المطاعم. لو كان الحانات شويه نقصوا الناس، نقصوا الزبائن من المطاعم، غيمشيو للحانه. ملي غادي تمشي غيمشيو هاد الزبائن غيمشيو للحانه، راه دونك المطاعم ما غيبقاش اكتظاظ. وحتى السلطه حتى هي الى دخلت لشي محل شي مطعم ما كتلقاش داك، تلقى جوج طابله، ثلاثه الى اكثر ثلاثه في الطابله، لان الناس حتى هما الان حاليا كيحترموا الوقايه الصحيه لهذا الزبون ديالو. كيدخل الكليان كيدخل بالكمامه ديالو، ما كيخليش شي واحد يدخل بلا كمامه. ولهذا كنشكروا السلطه على اساس تحيد هاد القرارات اللي ذكرنا وتفتح المحلات الحانات للناس باش تنقص الاكتظاظ من المطاعم. وشكرا.